السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم. منبر كلنا موريتانيا الحبيبة. الأخت معدلة، إذا سمحتي جزاك الله خير ندور نسولك. الله يرحم والدك إن شاء الله، جنة النعيم يا رب يا رب ترحمه. نسولك أختي المعدلة، من هو القيادي أو الجلاد في البوليزاريو اللي قتل والدك مباشرة؟ احنا نعرفوا أنه ياسر من الصحراويين، من هو اللي قتلهم والطريقة اللي قتلوا بها؟ عبد السلام الصباغ معروف اللي قتلوه، وكاين اوديوهات الشهادات صحراويين ضحايا رشيد شافوه قتلوه وقالوا منه قتلوه. مهدي عثمان السويح رحمة الله عليه، الطريقة اللي نقتل بها ومنه قتلوه هذا معروف، وياسر من الصحراويين اللي قتلوه. غير انا ندور نعرف شكون هو القاتل والجلاد اللي في رشيد اللي قتل والدك والطريقة اللي نقتل بها. وعندي سؤال آخر أخت المعدلة، إذا سمحتي جزاك الله خيرا، إذا كانت لموريتانيا يد في قتل والدك، وأنا نقصد نظام ولد هيدانا، إذا كان عنده يد في قتل والدك رحمة الله عليه. مرحبتي بك عالي، شحالك ياك؟ لباسك الخير؟ كلنا موريتانيا الحبيب. والله اللي سوتنا عن شي نعرفه. شوف، أنا والدي نحكم مع مجموعة من الصحراويين، وفيهم هم اللي نصراني ينقالوا الهولنديس. والله كان هو والدي على المخبز اللي فرابوني. هذا راهو لك نقول لك، أنا زمن لا زمن الانطلاقة. شوف، 77 شهر 2 نحكم معاه راجل ينقال له عبد الله الحليم، ونحكم معاه راجل ثاني ينقال له عبد الله ولي الحاج، ورجلية رجالة واحدة، ونحكموا من البداية وقاسوا بيهم السجن. ينقال له اسمهم سجن المقاير وصوف، هذا حفار وصوف بلاصة ينقالها قويرس والبويلة، راهم بين 9 يونيو والسمارة، ولاية السمارة. ومن ثم نقلوهم قاسوا بهم سجن الرشيد درايك. الناس اللي بناته الاولى فيهم والدي انا، الناس اللي تعرف كان لا حفر وبداوا يبنوهم بالطوب وشذا، كيف يبنوا مقيرات فيهم وشذا نفسه، ما اصلا انهم كانوا لا في حفر ودايرين عليهم مانط من الفوق وعليهم حراس وتوف. ومن ثم بداوا يبنوهم شوي بشوي بالطوب وتوه. أنا والدي من حكيمه تم تحت سياط التعذيب إلى شهر 4/89، وتوفى مثلا متوفي في قمود، وفاته في قمود. يقد يعود نكتل ويقد يعود مات في الطب، لأنه هو بيهذا من التعذيب وبيهذا من اللي يجبر من 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 من, من, من شي ما هو صالح، التعذيب والبط وطول الأمد وتحت التراب وذا كامل، والشقلة المتينة وذا كامل. أنا والدي راجل طويل أصلا، أنه ورقيق نحيف، وعاد فيها عاد فيها عاد وفيها عاد عاد يوجعوها كلاه، عاد عاد فيه الكلى، وعاد كابي مثلا، عاد كابي حتى مدنكس حتى بها الضعف. الرجال اللي كانوا معاه كان معاه راجل قال له ولي الكبش، راه توفى ماله شي شيباني منيتو صاروا في المنطقة. قال لي عنه ذيك الساعة منين يشوفوه قال عنه لك يطير من توف، مثلا تم يضعف من الضعف لين عاد لا شي توف، ولا قال لي مرقوه في مانطة ويطرحوه لقدامي لين يشمس شوي ويرفدوه ويردوه، يعني الحق نوع من الضعف اللي مات اللي قد يقاوم. هو خالق نهار بشهود من الجماعة اللي معاه، راهي الجماعة اللي كان هو فيها كان متواليهم بالضبط هذا عبد الرحمن ميتشل، وهذه بشهادة والبحبويني، يعني من الناس اللي استنطق جماعتهم، وهو اللي يعذبها هو اللي استنطقها، وزيد عليه سلازار وزيد عليه سويد أحمد البطل ولبو يشيلوا للسيد، من الجماعة هم اللي يجوهم ويستنطقوهم وذاك كامل.
عبد الله الحليم قال لي عنه المسؤول عنهم هم، وقال له المسؤول عن الكوري اللي يعود المباشر، قال لي إبراهيم قالي، قال لي بلي أنه زمن حقبتهم الأول الذي كان على السجن هذا عويلو للسيد المصطفى خو إبراهيم قالي. يا مرحبتي بيك عالي، شحالك؟ ياك لباسك الخير. لتقول سولتني عن طريق مثلا ذا الكاتل مباشرة، ها الكاتل مباشرة ما نعرفه، أنا نقبض الله بشهادات الناس اللي كانت معاه. السجن الرشيد نعرفه عنه فيه ياسر من الناس كان محبوس، ونعرفه عن فيه ضباط الجبهة كاملين، الجلادة والضباط اللي يستنطقوا سويد أحمد البطل والبشر والسيد وما يمرقوا السجن، فاهم؟ ومحمد عبد العزيز هو رأس كل خطيئة، لأنه هو المسؤول عن ذيك المخيمات ويعرف عن ذاك السجن خالق، وهو هو المسؤول عنه. هو إبراهيم قالي، إبراهيم قالي كان هو الوزير الدفاع، وكان هو المسؤول مثلا مسؤول الأمن العسكري اللي كامل ينحبس فيهم عالم به. والسجن في السبعينات وبداية الثمانينات كان عليهم خوه ينقال عويل سيدي المصطفى، ومن الناس اللي تجلد ومن الناس اللي تستنطق، فاهم؟ وانا ابويا خاض عليه ذا الخلق كامل، خاض عليه ذو كاملين، هاو الجلاده كانوا المجرمين كاملين خاضوا عليه. يا قير والدي قال لي علي والبحبيني انه كان مرقوه شورهم، هما عندهم في مجموعه، وذيك المجموعه مسؤول عليها عبد الرحمن ميتشل، مرقوه شور ذيك المجموعه يدروه الشمس معاهم، ومنين مرقوه فوت شي معاهم وطاح، ومنين طاح رفدوه وعايد فيه 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 منطشات، ومنين طاح رفدوه. قال لي ما نعرف، يا كانهم لحقوه للطب ومات في الطب، والله قال لي قتلوه في التورس، والله مات قال لي هو في التورس. المهم قال لي عنه من طيحته ذيك ييمو بيهولات اللي نريناه، فاهم؟ معنى المسؤول عنه هو العصابة كاملة، ذي العصابة المجرمة كاملة، وانا نحمل المسؤوليه باللجنه التنفيذيه انا ذاك اللي كانت هي العاطيه الامر، ذي الناس كامله تنحبس، ذي الناس كامله تنقتل، والله يعدلها اللي يعدلها. سوتني عن موريتان كانها في تدخل في ما هي ظنتي بهم، قاعد ليها الهداله اللي كامله، والهداله كامل نعفس في الحبس، ما ظنتي عن وراه موريتان ما هي ظاهره لي بعض. أتوف نحمل المسؤوليه باللجنه التنفيذيه عصابة الرابوني، فيها إبراهيم قاري، وفيها محمد عبد العزيز، محمد الأمين البوهالي، محمد الأمين الأحمد البشير السيد، وسيد أحمد البطل، أيوب، عمر العظمي، ذي الجماعة كاملة اللي كانت هي المتوالية ذا كامل، هي المتوالية ذا كامل. وتوف حد إنه مباشرة تنكتلو هو، ما عندي له شاهد، ما هو خالق، يا غير نعرف عنه كان في ذاك السجن، ونعرف عن والدي ارتفد من فم طايح من بين مجموعة به المرض، وتوف ذا هو اللي نعرف، ونحمل المسؤولية بالمسؤولين عن ذيك المخيمات. الله يرحمه يا رب ترحمه، والله هذا كلام مؤثر حقيقة. وأنا ماني فاهم هاتو جميع البوليزاريو اللي سمعوا هذا الكلام يواصلوا دعمهم للبوليزاريو، واصلوا مناصرتهم إبراهيم غالي، والأخص العليات، بالاخص العليات. انا ماني فاهم، انا متعجب في هذا المنابر نجبر مناصرات ومناصرين ابراهيم غالي اغلبيتهم عليات، اغلبيتهم عليات، ماني فاهم هذه الروايه كيفاش. وانا تكلمت هذا على هذا العليات البوليزاريو، لانه سمعت واحده من جميع البوليزاريو قالت لانه بوك مقصود قتله ولا بغيتي تعويض وتكلمي عليه قيسي المخيم. ماني فاهم شنو قصدها بالضبط، والله وهذا الجرأة وهذا الوقاحة اللي تكلمت بداك الاوديو. ايوا يقولوا لك حقي انا عني نقبض في المخيم، وما قال عندهم الا السويد والتالي الطفل هذا اللي والملعنين ولد السويد، منين هو حق والملعنين ولد السويد اللي هضريك 2023؟ انا حقي طالبت به فمي لين فترت، والضحايا كاملة ذي هي قاع مازال تطالب بحقوقها، فهم؟ قال منين هي ما يخالق، منين هو الخالي اللي بريه راهم تركتو فهم وعائلتو فهم، خلقوا راه ولاد ومنات يطالبوا بحقوقهم في المخيم.
منين هو هذا بوهم، منين هي الحقوق؟ انا الصمالي اللي تمد على محكمه الرابوني اللي ما يخالق الوهمي، يعني طالب ابويا في بلد في المنابر الدوليه والمحاكم الاوروبيه، لا خالق بلد قد يندخل ليه نلود فيه عن حقي ليه ندخله، يسوى شنو؟ يسوى منين؟ يسوى اللي يكلفني؟ وتسوى المخيم طالبت فيه لين ذاك 97، الحمد لله انا ارقب معاهم من قبل. إيه حق ان ذيك الساعه ما خالق فيسبوك ولا خالق المواقع التواصل الاجتماعي ولا خالق ذا، والناس تسمع الكلام اللي ضريك بها الواتساب بها الحمد لله الفيسبوك بها ياسر، ما هو كيف ذيك الساعة معناها انه هون انا ما بخلت شيء اتو ولاني مالي لهنا بخل. والله مرحبتي بيك علي، شحالك ياك لباسك الخير؟ هو فعلا تقع على العليات تضريك، هي ذوك انا ما نحسبهم عليها، ذيك بلطجية كوكب حامية اللي هو ابراهيم قالي، وحاميته مثلا لا بالكلام لسانته يقال ذوك ما فيهم اللي بوها قط نقتلوا لاخوها ولو لعمها ولا شي مثلا ما عندها مشكله. انا ما قد نظر ما كنت يا علي من تعود مالك ما عدل شي ما بيني معاك شي فاهم، يقال نحن مجتمع قبلي وعاقب قبلي مجتمع عايشين بها لا العاطفه الناس هما شاكين عني انا مثلا الا طالبت ابراهيم قالي في المحافل الدوليه ولا طالبت في المحاكم الدوليه عني بي كره ابراهيم قالي ولا كره بوليزاريو، ولا انا ابراهيم قالي ماني معادله بيش ولا انا اعرفه. ابراهيم قالي من الناس اللي كاتل ابويا لانه مسؤول ذاك الزمن وزير الدفاع يا برا عندهم هما، والناس كانت ترتفد من نواحيها. ابنه ولا الحسن هذا اللي يتكلم في المنابر بوه مرفوض من الناحية الثالثة ونزرق في الرشيد ومات في الرشيد، راجل مولاد بالسبع هم معناها انه هون هذا اللي يقولوا حيدات في المنابر. انا ما نص انا قاعد قال عنه ما هو بوي، فات قال عني مالي بلا ابو قاع لاني تو لقيطة عندهم هو موتو، قلت بوت في نقرهم وتو وقمت نتكلم وتو عن شي ماني عارفة لوش مثلا. حتى قاع امي والتيان اللي طحاذة من التضحيات ما قدوا قاع يحترموها، يعني ما قدوا يعطوها شوي من الوقر ولا شوي من الاحترام، عدلوها مولي حتى هي انها كيف مهماتي فاهم. هون انا كلام البلطجية ما نصنت له، ويعرفوه ما عنهم شوي بشوي بدأت تظهر لهم الحقيقة ولاي تظهر لهم ما زالت. اني اللي نتراجع عن حق ابويا ما نتراجع عنه، بيلي انا ابويا حافظ 60 حزب الطاهر القرآن حافظه مرتين ويبات السجناء كاملين اللي في السجن شاهدين له عنه بات يسلي عليهم القرآن إلين أصبح الصبح. وبويا فقراش وبويا شاب صغير وذاته زينة، وجايب أمي مشرفهم كرمها، ولا جايب أمي مجيب تماتهم وهماتي ولأخواتهم ولا مجيب تقعب مجيب تهلهم. أنا أبويا جايب أمي في قلب واتس عليها دو 6 و7 مدافع، وجايبها الحرب تبول الدم وجايبها دايرها على راسه، لأن نحنا موريتان الرجال عندنا العلايات عندنا عمايم لجواد ونعايل لكلاب، والمرأة عندنا بقيمتها وأنا أمي بقيمتها عند بويا ولو باغي يكدر عليها شي سمعت. وجابها لها مكبرها حتى ومكرمها ولو باقي الهيمنة عليها من تجاه يسوى هو شنو يا غاري يا واجع. إذا أكرمت الكريم ملكته، هو إذا أكرمت اللئيم عليك تمرد، لين جاهم زاد الله فرحة القراء طلع، لين جاهم قل عمون الوتة وعطاوها لمهمد الزي وزير العدل عندهم هو يكسع المدافع ضمهم عندهم هو زرقوه في الحبس، لك بعد له كافة هو بيه وكافات بيهم ميانا. ومنين كبرت أنا وبديت نتكلم عنه قال زاد عني قاع بلا أبوه وبلا حد وبلا شي، وأمي قاع اللعب لا زانيته بالنسبة لهم هم. يا قاذة ما يصنت له حد، صح لا صحيح، صح لا صحيح، كل شويها معلقة بكراعها ولا خالق رقاج ما هو معروف في ذيك المخيمة أوتو. عويلي باري اشتري رد شنو مرة ملفين عويلي باري شيخ زيك ودري رايد شنو يوضع شنو لا يفيت فتش جدي تبخى هشاك تبخى تتاي لي صباك مشي شون سميتو عليك سمي عليك مشي شون ينقال له مشي شون اللي عويناتك وخزوه
اللي يوضعك بالوفاي تعرفين معدل انت حسك تقولي لعويلي باريش يا مرحبا باريش قط اسمع مرحبا ابوه قاعد ذاك المسوق عليه ما نعرف هو منه هو ما موريتاني له صحراء واش لا يزيلك انت المعدل انت المعدل باريش ايش يزي كليب مغربي مخزي من جنة المخابرات المغربية تصبح لي وتمس تقولي له انت مرحبا يا امي راني كليك خسر لسانك وخسر وفعالك باريش دايت تبخي يخزيك يلعنك عندهم شيء شونت يا مربينه هونت يا اللي نسموه عليك انت فهمتني